unbefristete Aufenthaltserlaubnis أو Niederlassung Erlaubnis الإقامة الدائمة. هذا موضوع كتير مهم لكتير أشخاص مقيمين بألمانيا. هأشرح اليوم التفاصيل بشكل كامل وإن شاء الله معلومات أكيدة. يلي بيحب يشوف المعلومات يتابعني بعد الانترو. متابعين الأعزاء، متابعين قناة بيزين إن دوتشلاند، عسل الجميع يكون بصحة وعافية. وعم يتابعني وعم يشوف هذا الفيديو، أنا عبد الهادي، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد ومفيد إن شاء الله رح أحكي فيه عن الإقامة الدائمة، الشروط بشكل كامل. هذا الفيديو هو عبارة عن تجارب شخصية لأشخاص حصلوا على الإقامة الدائمة بالفترات السابقة، وهو عبارة أيضا عن أسئلة لأوسلندر المدينة الخاص فيني، وأيضا من المعلومات الموجودة على الانترنت. فإن شاء الله هذا الفيديو هو فيديو مفيد وفيه معلومات أكيدة 100%. فلذلك لا تخلوا علينا بالدعم واللايك والشير لهذا الفيديو حتى تقدر العالم تستفاد إن شاء الله من المعلومات المهمة. وخلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش ببداية الفيديو. مثل ما ذكرت، الإقامة الدائمة هي حلم وشغلة كتير مفيدة للأشخاص المقيمين بألمانيا، لا يعرف الشخص أنه هو خلص إقامة دائمة بهي البلد، وبيقدر أنه يأسس فيها إذا بده يشتري بيت بالتقسيط، بده يشتري سيارة بالتقسيط، أو يأخذ قرض أو من الشغلات اللي هو حاططها بباله. فهو خطوة أو هي خطوة كتير مهمة ليقدر الواحد يثبت حاله ويستقر بداخل هاي البلد. ولنقدر نحصل على الإقامة الدائمة في عنا عدة شروط على حسب نوع الإقامة اللي نحن حاملينه. فعلى سبيل المثال، الأشخاص اللي معهم إقامة 25/1 أو 25/2 اللي هي اللجوء السياسي أو اللجوء الإنساني، بيقدروا يحصلوا على الإقامة بحالتين منفصلتين. الحالة الأولى أنك أنت تقدر تحصل على الإقامة بعد 3 سنوات من دخولك على ألمانيا. رح نحكي عنها بشكل لاحق شو هو الدخول أو أي تاريخ هو يعتمد. لازم أول شيء أنك أنت تكون خالص شبراخ نيفو سي آيز، مستوى متقدم من اللغة الألمانية، عم تكفي كمصاريف حياتك الشهرية إذا كنت غير متزوج أعزب، أو إذا كنت متزوج عنك وعن عيلتك، فلازم أنت تكون مغطي بشكل كامل 75%، ويحق لك أنك تأخذ 25% كمساعدات من الدولة بعدة طرق. رقم 3 انك انت يكون عندك عقد بيت، يكون عندك تأمين صحي، طبعا هذا عند الجميع موجود، يكون عندك عقد عمل، وايضا انه ما يكون عليك مشاكل جنائية او مخالفات مالية متراكمة. لازم تكون مسدد كل المخالفات المالية الموجودة عليك حتى تقدر انك انت تقدم وتحصل على الإقامة الدائمة. اما اذا انت بدك تحصل عليها بعد مدة 5 سنوات، فلازم يكون عندك مستوى اللغة هو A2، ولازم تكون موفي 51% من مصاريف حياتك الشهرية إن كنت متزوج أو غير متزوج. يعني يحق لك أنك تأخذ 49% مساعدات من الدولة، ما في أي مشكلة. عقد البيت، التأمين الصحي، عقد العمل، ومشاكل جنائية، وما في غرامات مالية متأخرة عليك. هي نفس الشروط الموجودة بال3 سنوات. بس هون في نقطة مهمة أنا لازم أحكي عنها، عن عقد العمل. طبعا مثل ما الكل بيعرف، بكل بلد وبكل مدينة أو بكل مقاطعة ممكن تختلف الشروط من موظف لموظف، وطبعا هذا الشيء بيختلف على حسب الموظف، هل هو متعاون أو حابب يساعد أو لا. يعني في موظفين بيقول لك أنه لازم يكون عقد العمل هو عبارة عن 6 شهور أقل شيء، أو لازم يكون مثلا عبارة عن سنة. يعني ممكن تختلف على حسب الموظف. لازم تكون خالص البروبت سايت، أو لازم يكون العقد أمبفرستد، أو ممكن يكون العقد أقل شيء 2. عدة شروط بتختلف على حسب الموظف هو شو عم يطلب مننا. بس بشكل عام نحن إذا بدنا نقول بشكل عام، طبعا لازم يكون العقد العمل هو عبارة عن سنة أقل شيء، ولازم يكون صار لك مشتغل 3 شهور، لأنه لازم أنت تعطيه كشف حساب لون أبرشنون لمدة 3 شهور. وممكن أيضا يطلب منك أنك أنت تكون مخلص البروبت سايت، الفترة التجريبية من الشغل. فمثل ما ذكرت، هي بتختلف على حسب الموظف إذا هو متعاون أو لا. طيب إذا نحن لساعتنا بالبروبت سايت وحابب أني أقدم على الإقامة الدائمة، في شي خطوة أني تقدر تساعدني لأقدر أحصل على الإقامة الدائمة وأنا بالبروبت سايت؟ مثل ما حيظهر لنا قدامنا على الشاشة، في ورقة بتقدر أنك أنت تطلبها من الشيف، وهي ورقة غير ملزمة لا لإلك ولا لإله. يعني ما في أي مشكلة إذا هو عطاك ياها من البرزونال أبتايلنج، من الموارد البشرية. وهي الورقة بتقول على الشكل التالي، أنه الشخص يلي عم يشتغل عنا بتاريخ مثلا 25/3/2019 بتنتهي البروبت سايت تبعه، فلذلك نحن ما نشايفين اي سبب لنلغي العقد معه او لنفصله من العمل.
يعني هاي الورقة ممكن تكون هي ورقة مساعدة، ورقة تساعد وتدعم ملفك للتقديم على الإقامة الدائمة. في حال الموظف قال لك لا أنا بدي أنك أنت تكون مخلص البروبت سايت، ممكن تجيب له هاي الورقة إذا في حال رضي. ما ممكن أيضا أنك أنت تلزمه بهاي الورقة، فيك تجيبها وتدعم ملفك، ممكن يرضى وممكن لا. وهي الورقة مثل ما ذكرت هي ورقة غير ملزمة للشغل تبعك، أنه هو خلص صار ملزم فيك بعد البروبت سايت أنه لازم يوصفك او لازم يخليك عنده. لا، هي ورقة غير ملزمة وطبيعية، ممكن انك تحصل عليها انك انت بهذا الوقت الفلاني، الشخص الفلاني بهذا الوقت مستمر عندنا بالشغل وما في اي سبب كان لنقدر او لنلغي عقد العمل معه. هلأ رح نحكي ايضا عن الاشخاص اللي معهم حماية مؤقتة، وهي الاقامة الدائمة للأسف ورقم كتير كبير من الاشخاص السوريين او اخو العراقيين او الفلسطينيين اللي حاصين على هذا النوع من الاقامة، اللي هو لازم تكون انت مقيم 5 سنوات بالبلد ولازم انت تدفع رنتي فرسجهم لمدة 60 شهر وعقد بيت وتأمين صحي طبعا كل الشروط، وما عم تاخد مساعدات أبدا من الدولة. للأسف هاي الشروط هي شوي صعبة لتقدر تحصل على الإقامة الدائمة بالنسبة للأشخاص اللي معهم حماية مؤقتة. فلذلك أنا برأيي الشخصي إذا لاحظنا الفرق بين شروط الإقامة الدائمة بالنسبة للأشخاص لحاملي الإقامات 23/2 الإقامة المؤقتة، هي أسهل أنه يقدر يحصل على الجنسية من الحصول على الإقامة الدائمة. مثل ما ذكرت أنا بالفيديو السابق حكيت عن شروط الإقامة الجنسية وذكرت أنه مو ضروري لازم نحن ندفع 60 شهر رنتي فرسجهم، بتقدر انك انت مثلا تدفع 36 او 38 شهر وممكن انه الموظف يساعدك. اما وقت نحن عم نوصل على نقطة الاقامة الدائمة بالمانيا بالنسبة للاشخاص الحاملين اقامة مؤقتة، عم نلاقي للأسف تعسير كتير كبير من قبل الموظفين، وهيك هيك نحن ما حدا لهلا هو معه اقامة مؤقتة وقدر انه يقدم على الاقامة الدائمة لانه بدهم 5 سنين شغل. يعني لو اجا هو بال 2016 لازم يشتغل 5 سنين لل 2021 ليقدر انه يقدم على الاقامة الدائمة، يعني بيكون وسطيا بقي له السنة اللي حيحق له اقل شيء انه يقدم على الجنسية اذا هو مستوفي شروط 6 سنين. فلذلك الاشخاص انا برأيي الشخصي يلي حاصين على نوع هذا الاقامة يقدم على الجنسية بعد فترة معينة ان شاء الله بس يتمم 6 سنين، هو اسهل له من انه يحصل على الاقامة الدائمة، لانه ممكن لموظف يعسر كل الطلب لانه هو ماله دافع 60 شهر رنته وماله مشتغل 60 شهر ودافع الضرائب اللي هو ملزم بها. هل يا ترى الإقامة الدائمة بتلغي صفة اللجوء عن الشخص؟ أكيد لا، الإقامة الدائمة ما بتلغي صفة اللجوء عن الشخص وبيضل الشخص تحت مسمى لاجئ بحسب القانون. فلذلك أي زيارة للبلد الأم أو أي زيارة للسفارة في حال عرفوا فيها، إذا استخرج مثلا جواز سفر وعرفوا فيها طبعا بحق لهم أنه يسحبوا هاي الإقامة منه، لأنه هو لساته لاجئ بس صارت الإقامة تبعه هي غير محددة بتاريخ معين، صارت إقامة دائمة بس بيحق لهم يسحبوا الإقامة منه إذا في حال زار بلده الأم أو مثلا ساوى جواز سفر عند السفارة الخاصة فيه في حال عرفوا. فلذلك أنت في حال أخذت الإقامة الدائمة إن شاء الله فبيضل معك الجواز أو وثيقة السفر الزرقاء اللي بيحصل عليها أي لاجئ معه إياها، بتقدر أنك أنت تسافر على أساسها، وهذا الشيء طبعا بيكون مكتوب بداخل الجواز انه انت ممنوع تزور، انه هذا الوثيقة السفر شغالة لكل الدول ما عدا سوريا. ما بتقدر انت مثلا اذا جنسيتك سورية ما بتقدر انك انت تزور سوريا. فلذلك بيضل الشخص تحت بند لاجئ وما بيتغير وضعه القانوني ابدا لحتى وقت يحصل على الجنسية. وبس يحصل الشخص على الإقامة الدائمة كلاجئ بيصير رقم الإقامة عنده 26/3 الفقرة 3. وفترة دراسة الطلب هي بتتراوح ما بين 20 يوم ل6 شهور، طبعا بتختلف على حسب المدينة والضغط الموجود على الموظف أو الأوسلندر أو إذا الموظف بده ينيم الموضوع أو لا. بشكل عام مثل ما ذكرت هي المدة ما بين 20 يوم ل6 شهور، ممكن تأخذ أنت 20 يوم، ممكن تطول فترة دراسة الطلب ل6 شهور. وهون في سؤال كتير مهم، في حال أنا حصلت على الإقامة الدائمة هل يا ترى خلص ما عاد تجيني دعوة للمحكمة الثالثة اللي عم تجي من جديد للعالم؟ لا، الإقامة الدائمة ما لها علاقة بالمحكمة الثالثة اللي عم تجي من البنف للأشخاص اللي حاصلين على إقامة اللجوء أو حماية مؤقتة. ممكن أنت يكون معك الإقامة الدائمة وما صلك مثلا شهر أو شهرين أو صلى سنة معك ويجيك بشكل طبيعي وعادي
وبشكل رسمي دعوة من المحكمة لتجي تحضر المحكمة الثالثة كما يقال أو المقابلة الثالثة، ويسألوك كل الأسئلة الروتينية اللي هن عم يسألوها بداخل المحكمة ليتأكدوا من شخصية هذا، من جنسية هذا الشخص، هل هو عنده أوراق مزورة أو شيء، وبيطلبوا منك إنك تجيب أوراقك. وهذا الشيء ما خصه أبدا بالإقامة الدائمة اللي معك، وما ممكن يأثر إذا أنت معك إقامة دائمة إنه خلص أنا ما عاد يجيني موعد من المحكمة. هذا شيء طبيعي، إذا أجاك موعد ما في أي خوف، ما لازم الواحد إنه يتلبك يقول ليش أنا معي إقامة دائمة أنا لازم ما يجيني موعد من المحكمة. لا، هاي الشيء ما له علاقة بهاي الشيء، أنت عم تحصل على الإقامة الدائمة من الأوسلندر، وهي المحكمة أو هي المقابلة هي عند البنف. فطبيعي إذا أجاك موعد ما لازم الواحد يخاف، أو مثل ما منقول نحن إنه يضرب أسداس بأخماس، عادي كتير إنه يجيك موعد، ما في أي مشكلة. لازم أنت تروح على الموعد وتأثبت الجنسية الخاصة فيك عن طريق الأوراق الرسمية اللي معك، ويتأكدوا من جنسيتك بالأسئلة الروتينية اللي هنا عم يطرحوها على الشخص. أما بالنسبة للطلاب اللي بيتقاضوا مبلغ البافوق المنحة الدراسية للطلاب، هل يا ترى بيحق لهم أنه يحصلوا على إقامة دائمة أو لا؟ طبعا بنرجع لنفس الجملة ونفس الكلمة، على حسب المنطقة والموظف. في كتير أماكن وتجارب أنا سمعت فيها من أشخاص أكثرهم ببرلين قدروا يحصلوا على الإقامة الدائمة في حال هو طالب عم يحصل على بافوق، وأيضا عم يشتغل ميني جوب 450 يورو. هيك بهالحالة هو إذا كان أعزب بيقدر أنه يسكر تكاليف حياته اللي هي عبارة عن 75%، وبيقدر أنه يحصل على الإقامة الدائمة. وفي أيضا مناطق سمعت عنها بشمال الراين ما قدر يحصل على الإقامة الدائمة مع أنه هو طالب عم يتقاضى بافوق مبلغ معين، وعم يتقاضى ايضا 450 يورو من الميني جوب اللي عم يشتغله، ورفضت الموظف انه تعطيه الاقامة الدائمة بحجة انه هذا هو عم ياخذ مساعدة من الدولة، وما اعتبرت البافوق كمساعدة كمنحة وليس مساعدة. لانه مثل ما الكل بيعرف البافوق انت لازم ترجعه بعد فترة معينة من الدراسة او بعد فترة معينة من الشغل، لازم ترجع منه 40 او 50% ما عندي المعلومة بشكل كامل، فبترجع طبعا لحسب الموظف او حسب المقاطعة. بشكل عام انا برأيي الشخصي، بس الشخص في حال قدم على الإقامة الدائمة ولا انه الامور معسرة من عند الموظف، الافضل انك انت تعين محامي او تعمل استشارة عند محامي ليقدر هو يتواصل مع الأوسلندر ويجيب اسباب الرفض بشكل كامل، وبيقدر انه يقارن القانون مع اسباب الرفض. لو كانت اسباب الرفض هي ليست من ضمن القانون فبيحق له انه يطلب الإقامة الدائمة عن طريق هذا المحامي. وطبعا اذا انت عم تقدم هذا الطلب عن طريق المحامي وانت مستوفي كل الشروط اللي هو متأكد منك انك انت مستوفيها، حيكون بإذن الله التعامل غير من جهة الأوسلندر معك في حال كان الموظف بده يعمل مشاكل او موظف غير متعاون. فلذلك انا برأيي الشخصي والافضل، مثلا اذا شخص عامل ريت شوتس فرسجونج اللي حاحكي عنه ان شاء الله الفيديو القادم، انه يروح لعند محامي ويعمل استشارة، وهو المحامي يتواصل مع الأوسلندر ويطلب انه الاوراق الرسمية لهذا الشخص ملفه بشكل كامل ليعرف هل هو مستوفي الشروط او لا، وليش الموظف معسر الامور وما بده يعطيه الاقامة الدائمة او عم يقول له لا. فلذلك هذا افضل حل انا برأيي الشخصي بتقدر انك انت تعتمد عليه في حال ما لقيت تعاون من موظف مع انك انت مستوفي الشروط. وهيك بهالحالة بكون وصلت لنهاية الفيديو. لا تنسون الدعاء، دعم، لايك، شير للقناة وللفيديو، ان شاء الله هذا الفيديو يكون مفيد تقدروا تستفيدوا منه من المعلومات اللي انا طرحتها من خلال مثل ما ذكرت التجارب والمعلومات الشخصية اللي حصلت عليها من خلال الأوسلندر الخاص بمدينتي. ان شاء الله كل شخص بيقدر انه يقدر يحصل على الإقامة الدائمة بالفترة القريبة، وان شاء الله الفترة البعيدة بعد سنة او سنتين بيقدر يحصل على الجنسية الألمانية بإذن الله. وهلا بشوفكم بالفيديوهات القادمة، كان معكم عبد الهادي وبشوفكم على كل خير، السلام عليكم.